هذه يعني هذا الموضوع مثير للجدل أكيد، فطبعا عايزين نعرف هل بالفعل هناك اتجاه ل يعني أمريكي لاستبدال الذهب بعملة البيتكوين، وإذا كان ذلك صحيحا إذا كيف يكون هذا واقعيا، يعني مع وصول الدين الأمريكي ل 35 تريليون دولار، وهذا رقم بالطبع ضخم للغاية. اليوم الدين الامريكي عم يوصل لارقام قياسيه وعلى تصاعد، لانه كثير من دول العالم عم بيظهروا من الدولار كورنسي عم بيروحوا على ملفات ثانيه اللي هي الذهب والبيتكوين. اليوم ان كان في اناونسمنت واضح ولا ما في اناونسمنت واضح من كل دول العالم بالاتجاه لهذا الشيء، كل المصارف المركزية العالمية عم بيخافوا اليوم من الاستثمار بالعملة الورقية الأمريكية وراء الدين الكبير الموجود بأمريكا. واليوم كذا مرة صار في تحذير من قلب الداخل الأمريكاني على التعامل بهذا الموضوع، وما في أي شيء انعمل بآخر 4 سنين برئاسة الرئيس بايدن بهذا الموضوع. طيب يعني سيد ميشيل، كخبير في العملات الرقمية وفي هذا الاقتصاد ربما الموازي، هل وصول سعر عملة بيتكوين ل 70 ألف دولار فأكثر سبب رئيسي في اتجاه الأنظار له كمكافئ بديل للذهب، أم مجرد يعني هذه توقعات لا يمكن تحقيقها في اقتصاد ضخم متنوع مثل اقتصاد الولايات المتحدة؟ اليوم الاستثمار بالبيتكوين هو مش لأداء قيمته، هو بقيمة الدولار، هو الاستثمار بالبيتكوين ليكون عندنا اسيت قادرين نعمل فيه ترانزاكشن. الفرق بين الذهب والبيتكوين انه اليوم البيتكوين فيك تعمل ترانزاكشن فيه باي وقت كان وتنقله لاي وقت اي مكان اللي بدك اياه بدون ما تحمله وتحطه بالطياره وتاخده لمكان ثاني. اليوم الذهب الموجود بالبورت نوكس بامريكا اللي هي بيرجع للدول مثلا لبنان او دول ثانيه الموجودين بالعالم الثالث، أو ذهب محطوط بأمريكا موجود بقلب فورت نوكس عندهم مع حراسة أمنية كثير كبيرة ليقدروا يهتموا فيهم، بينما البيتكوين ممكن يكون بأي محفظة موجودة على أي محفظة مشفرة موجودة على ديفايس، إن كان هارد ديفايس أما إن كان سوفت ديفايس موجود على تليفون، يمكن أي شخص اليوم يستحوذها وينقلها وين ما كان. وجودها بهذا الاسلوب بيقدر يساعد الدول ينقلوا اصول بتاعت اللي بدهم، لهالاسباب الادخار فيها عم يكون اهم بكثير من الذهب مش لانه بتعرف يعني. إذا يعني سيد ميشيل، حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي عن الترانزاكشن أو التحويلات، وفي أخبار بتقول إن هناك بالفعل رجال أعمال كبار بدأوا في شراء عملات البيتكوين بشراهة، وده تحسبا لخطوة متوقعة بتسديد الديون الأمريكية عن طريق العملة المشفرة، يعني فما هي دلالة ذلك من وجهة نظرك؟ اليوم كل رجال الاعمال الكبيره عم بتفكر كيف فيها تاخذ تحدد مخاطرها باستعمال الليره الدولار الورقي اللي هو موجود بامريكا واللي عليه مخاطر كثير كبيره. اذا اليوم بايدن ادمنستريشن عم بكره اذا ربح الرئيس الجمهوري ترامب شو هيعمل بالدولار، كيف هيقدر يقوي الدولار يرجع حيصير عنده ملاذ امن. اليوم كل رجال الاعمال عم يستثمروا بالعملات المتوفرة أولا بيتكوين، لكن يكون عنده ملاذ ثانية لا سمح الله صار أي مشاكل بالدولار وصار في انهيار وشيك عمل إرهابي مرتكب مثل ما بيقولوا، لكن ما يصير فيها الانهيار تصير في ليكويديشن لكل الأسد في العالم معه اليوم مثل ما شفنا قبل بالكونسبيرسي ثيوري بسبتمبر 11 وقت كانت الاقتصاد الأمريكاني على وشك انهيار تام، صار سبتمبر 11 اتاك وانقذت الاقتصاد الامريكاني من فضيحه كثير كبيره. طيب سيد ميشيل، هل تأزم الوضع الاقتصادي في دولة مثل السلفادور التي استخدمت بيتكوين كعملة رئيسية من الممكن أن يثير مخاوف دول أخرى من اتخاذ هذه الخطوة وهي ازدواج العملة الرسمية؟ هلا الاكزامبل تبع السلفادور فينا نقول رئيس السلفادور هو شوي اخذ الموضوع بطريقه اكثر شخصيه من دون ما يكون في بروبر بلاننج وتحضير زمني مضبوط للاقتصاد عنده.
اليوم لما بتطلع بالعالم كله مارق بازمه اقتصاديه عالميه، ما فينا مش نقول لما كل العالم بألف خير وماشي حاله، السلفادور لانه اتجه على البيتكوين از فاينانشال ستاندرد عنده اياها ببلده، لهالسبب عنده مشاكل. اليوم اكيد عنده مشاكل لكذا سبب، واحد انه اقتصاده صغير، اثنين انه البلد اليوم عم يمر بازمه اقتصاديه مثل كل العالم، في شحن بالليكويديتي تبع الاموال وين ما كانت بالدنيا، وبعدين اذا هو عنده بيتكوين ما عم بي هالبيتكوين ما عم بيصرفها، يعني عم بيستحوذها، لا مثل انا اي واحد معه بيتكوين معه يوم اليوم ما عم يبيعهم، عم بخليهم للامد البعيد. واليوم اذا اقتصادك عم بخزن بيتكوين ما عم يستثمرها ما عم يستعملها، رح يكون في اكيد شح بالليكويديتي الموجوده بالسوق، لهالسبب ممكن يكون من المشاكل اللي عنده اياها السلفادور بهذا البلد الصغير اللي هو اكيد اخذ ريسك انه يعني يفوت بالبيتكوين، بس ما له ريسك رح يكون للامد البعيد، بالعكس رح يكون افضليه له انه يكون عنده استحواذ للبيتكوين مثل ما تغير بالدين لحد كبير. بالحديث عن خبر البيتكوين او بالحديث عن اليابان تحديدا، يعني كان هناك خبر يتحدث عن سرقه اكثر من 4500 بيتكوين من اليابان. هل يعتبر بعد هذا الخبر البيتكوين بديلا امنا للذهب؟ وهل برضو انتهت، يعني بمعنى اخر، انتهت فتره الملاذ الامن اللي هو الذهب بالنسبه للناس؟ اوكي، على طول عم نطلع نحكي بمواضيع احتراقات سيبرانيه لمنصات بتشغل العملات التشغيليه. اليوم القرض اللي بصير لمنصه في انسرق في اي شيء بقلبه هو، اليوم اذا المنصه هي ما عامله شغلها الصح لتامن على البيتكوين تبع الناس اللي حطوها عندهم تمال الادخار، اما العوائد اللي بياخذوها بصير خرق للمنصه، مش معناتها انه البيتكوين اللي هو موجود بقلب المنصه هو انخرق، هو البيتكوين تحول من محفظه لمحفظه. لهذا السبب نحن بنقول لكل الافراد اللي هن بده يكون معهم بيتكوين يحطوه على محفظهم الخاصه ويستثمروها على ديفاي بروجكت، يعني على ديسنترلايز فاينانس بلاتفورم، اللي هي ساعتها بتكون عندها اكسس على الوالد تبعهم، بس ما بتكون هذا البيتكوين عم تخرج من تحت سيطرتهم، بتروح مثل اي مصرف اليوم تاخذي اموالك بتحطيها عنده، بصير في خرق للمصرف، اما سوق استثمار بالمصرف للاموال بتلاقي الاموال تبخرت، مثل ما صار عندنا بلبنان انه المصريات راحت على المصارف والمصاري تبخرت، يعني ما صار في خرق للمصارف بس صار في خرق لاموالنا، which is هي هي المشكله الكبيره اللي نحن بنتعامل مع منصات سنترلايز محكومه من شخص واحد او من فريق واحد، واللي بيقدر يتحكم اذا بيكون في خرق ولا لا. يمكن هالمنصه هن عنده حدا من انترنال جوب سربوا المعلومات، سرقوا البيتكوين تبع العالم، ولا عم بيقولوا في حدا سرقهم، الوقت ببين اذا هذا مضبوط الموضوع ولا لا. وعلى يعني اي حال يظل البيتكوين واقع فارض يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية بالمقارنة بالملاذات الأخرى أو الأصول الأخرى. أشكرك شكرا جزيلا من باريس، خبير العملات الرقمية سيد ميشيل هابر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لك.